ثورة في تونس، صحيح. ثورة في ليبيا، ثورة في مصر، العربي. ثورة في العراق، ثورة في سوريا، وبعدين خلايا نائمة بدأت تتحرك هنا وهناك. فالعالم الإسلامي والعربي أصبح منشغل بنفسه. مو بس كذي، أصبحت إسرائيل ليست في أجندة العالم العربي والإسلامي، بعيدة جدا. ولذلك وأكرر لك، ترى بأن حتى في وسائل التواصل الآن من يقف مع إسرائيل من العرب والمسلمين، والبعضهم يعني يدعي التدين والإيمان والإسلام وما شابه.